تألق منتخب المغرب في كأس العالم ده ممكن يبقى بريشر عليه او يحطه في ضغط. شفنا وليد الركراكي كان بيشيل الضغوطات من على لعيبته وكان ليه تصريحات في منتهى الذكاء والدهاء. بص، المغرب عنده على طول زي ما احنا كان عندنا مشكله ان احنا نقصر كاس عالم، وما عندناش مشكله في بطوله الامم الافريقيه، هم عندهم العكس بقى، بيوصلوا كاس عالم بس عندهم مشكله في البطوله دي. ما بيعرفوش يوصلوا ان هم يقدروا يحققوها، يمكن حققوها زمان جدا مره واحده. فاعتقد المغرب هيبقى هدف من اهدافهم ان انت تطلع رابع عالم كاس عالم، وتصنيفك دلوقتي رقم 13 على المنتخبات. اعتقد ان لازم يديك فهم ثقه ان انت لازم تحرز البطوله. فالمغرب اتوقع ان البطوله دي هيظهروا بصوره مختلفه. يمكن هم حظهم المره اللي فاتت ومع منتخب مصر فقدرنا ان احنا نفوز عليهم، ولكن لو القرعه مشيت معاهم بصوره هم هيوصلوا اكيد من المجموعات، ولكن لو القرعه سهلت لهم الماتشات اللي هي من دور ال 16 اعتقد هيبقوا موجودين في المربع على الاقل.